ناحيه الخور القائد والكابتن النمبر 10 محمد عبد اللطيف بمواجهه حارس المرمى. اجتمعوا الثلاث، اجتمعوا الثلاث، حارس المرمى طلال واللي طلع علينا بابهى صوره، واجتمع معه اجتمعت معه العارضه والحظ كذلك ليقفوا بهذه الكره ضد من؟ ضد نادي الخور، وتتحول الان لمصلحه نادي السيليه. بدات مشتعله من الان، اشتعلت من الان. الاولى اوت، الاولى اوت. الخور سجل عندك اللي جاي تشاهد المباراة وتتابع، الخور أول وحدة أوت. السيالية ماذا ستكون؟ الخور ما بالفرسان ما أخذوا مشوارا طويلا بالركلة الأولى، يا ترى للشواهين أن يحلقوا. إسامة عادل، إسامة عادل بمواجهة المهاجم من هناك، حطها جول، حطها جول لمصلحة نادي السيالية الأولى، الأولى للسيالية. يا حسن حامد القحطاني سجل بأول الكرات، هذه الأولى جول، نعم الأولى لمصلحة السيالية. الشواهين يسجلون، ينجحون بهذا الاختبار، أول كرة بالمرمى وأول كرة للخور أوت. وهناك ركلة حرة عندك من هناك سعود خالد المطاوع، سعود خالد المطاوع ولا طلال؟ سعود هل سيسعد العشاق أم طلال سيطل علينا؟ سعود راح، سعود حطها، سعود الأول لمصلحة الخور، سعود الأول لمصلحة الخور، نعم يعطي شحنة معنوية ودفعة لحارس المرمى اللي هو إسامة عادل، ويقول له يا إسامة يا إسامة اسمع عاليا بالسماء وأخذ بالانتصار، واذهبنا إلى الخور ونحن بأجمل منظر ونحو الختام ذاهبون. ركلة جزاء أو عفوا هناك ركلة ترجيحية الثانية لمصلحة السيالية، إذا صدها من هناك حارس المرمى إسامة، نعم إذا صدها إسامة ممكن تكون يعني تروح هي للتعادل خلاص. نعم يتقدم هناك، ينظر النظرات وبالتالي حق الله، يوسف نور، يوسف نور مراد ما يحقق المراد وما يسجل هدف ويردها من هناك. إسامة عادل، إسامة عادل يتصدى وبقبضتي يحرم نادي السيالية والشواهين من التحليق بهذه الكرة، فبالتالي أبعدت وراحت إلى الأوت، شاف الطريقة، وبالتالي من هناك عندك الآن أحمد رياض مولع اللاعب الأفضل في المباراة، اللاعب الأفضل في المباراة يعني من أفضل اللاعبين أحمد مولى وطلال، أحمد مولى وطلال، وما بين اللاعبان الكرة ما بين أحمد مولى، الله راحت وبأحضان حارس المرمى، نعم بأحضان طلال محمد الخوار، طلال محمد الخوار سجل الآن، سجل الآن الآن، ضيع نادي الخور اثنين وسجل واحدة، السيالية مسجل واحدة وأضيع واحدة هناك لمصلحة السيالية الآن. الركلة الترجيحية الثالثة للسيالية، نعم الغرافة يتطلعون، الفهود ينظرون لهذه المباراة، هل ستكون للسيالية ويحلقون أو للفرسان وسيصولون؟ هناك النمبرتين عندك حسين حسن وإلا إسامة عادل، يفصل ما بينهم جلد مدور، الكفوف أم الأقدام؟ الكفوف أم الأقدام؟ هي الأقدام، هي الأقدام، هي الأقدام، تأخذ بالسيالية نحو الأمام، نعم هذه الكرة اللي حطها من هناك النمبرتين حسين حسن القحطاني، وبهذه الكرة يأخذ بالسيالية إلى شوط كبير وبعيد. الآن الرابعة، الرابعة لمصلحة الخور، الرابعة لمصلحة الخور، إذا ضاعت أنا ما أعتقد أنه خلص انتهت المباراة، إذا ضاعت انتهى أو لا لا تبقى واحدة، نعم هذه كرة لمصلحة الخور وحطها جول، حطها من هناك جول، نعم وأخيرا يبتسم، يبتسم لك الحظ يا حمد محمد، يسجل كرة، يسجل كرة الرابعة لمصلحة السيالية، الرابعة لمصلحة السيالية، نعم ليسجل من هناك أم لطلال رأي آخر أو لا أو لإسامة رأي آخر، التعادل الآن لكن الركلة الترجيحية واحدة لمصلحة السيالية، إذا 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 صدها من هناك إسامة تتعادل، يتعادل الفريقان وتصبح المباراة ضربة بضربة. ركلة ترجيحية لمصلحة السيالية، السيالية
من هناك الأبيض الأبيض الله بعيدة راحت الكرة راحت بعيد. نعم يا هزاع علي المري يضيع كرة وأصبحت المباراة متعادلة ضربة بضربة. اللي يسجل ويصد يفوز، اللي يسجل ويصد يفوز، واللي يضيع ويسجل علي يخسر. وبهذه المباراة ننتظر وبركلات الترجيح نتابع وعندنا ركلة بركلة. الأبيض والأزرق، الحارس أمام الحارس، السامة وطلال، الأبيض والأزرق، الشواهين والفرسان، ولمن ستبتسم المباراة الآن. هناك عندك من؟ من؟ على يعني ما أعتقد هذا فهد، فهد أحمد الظبياني أو لا، أو لا، هذا وليد نور. وليد نور بمواجهة طلال، وليد لو نور، وليد لو نور، وليد لو نور. الله قوية راحت سكنت قلب الشباك أو قلب المرمى، شئت ما أردت أن تسميها. نعم قوية الكرة الماضية وراحت بسقف المرمى فوق، بسقف المرمى فوق، ليعلن من هناك الخور التقدم. ولأول مرة بركلات الترجيح إذا صادها من هناك حارس المرمى، إذا صادها إسامة تقلب المباراة، تقلب ركلات الترجيح رأسا على حق ويكون الانتصار لمصلحة الخور بهذه المباراة. أو نعم من خلال ركلات الترجيح، الركلة الترجيحية الخامسة والأخيرة بالنسبة للسالية أمام انظار العشاق والمتابعين. راحت حطها التعادل، جول جول لمصلحة السالية. لا أنا ما أعتقد هناك إعادة الركلة، إعادة الركلة يا وليد فوزي مصطفى. لماذا أعيدت الركلة؟ وليد فوزي مصطفى، وليد فوزي مصطفى تعاد الركلة. نعم الفريقان الآن يتغزلان للحظ. جول، نعم جول جول جول، احتسبت احتسبت جول. الآن خلصت الخمس ركلات، خلصت 3-3 ما بين الفريقين، أصبحنا ركلة بركلة من الركلة الماضية. وبالتالي ننتظر على ما أعتقد على عودة حارس المرمى وبعض الأمور، لكن بالتالي حكم اللقاء استأنف اللعب وبنفسه. واه الله حارس المرمى، إسامة أمام طلال، إسامة أمام طلال، إسامة أمام طلال. دائما ما نشاهد الحراس يضيعون، لكن إسامة هل سيكون بشكل آخر؟ إسامة يتقدم أمام طلال، إسامة لو طلال، إسامة لو طلال، هي الإسامة راحت جول، هي الإسامة راحت جول. نعم يسجل من هناك الخور وهذا جول. أصبحت 4-3، صارت 4-3 الآن. ما راح يسدد حارس يبعثون بإعلاء، يبعثون بلعب حطة وبقلب المر، بقلب المر. إذا صدها من هناك إسامة خلاص المباراة للخور رايح، بطاقة الانتصار وبطاقة الختام إلى الخور رايحة. وبالتالي ننتظر علامات القلق، علامات القلق. نعم هل سيضعها في المرمى ولا بالاوت ولا بيد حارس المرمى؟ نشاهد ونتابع ونرى هل ستكون كلمة الأقدام أم الكفوف؟ هل ستكون كلمة الأقدام أم الكفوف؟ كلام لإسامة عادل بكفيه أم اللاعب بقدميه؟ نعم من هناك حطها راحت جابها. الله الله ضيعها سعد، ضيعها سعد. وبالتالي ماذا يقول حكم المباراة؟ ماذا يقول حكم المباراة؟ هل هي للإعادة أم للانتصار؟ أم هي للإعادة أم للانتصار؟ نعم صافرة النهاية والانتصار، وكلام الكفوف يرتفع، والخور الخور الخور يضرب بهذه المباراة، يأخذ ويأخذ بطاقة العبور، الخور ببطاقة العبور إلى المباراة الختامية بمواجهة الغرافة. هكذا هي المباراة. نعم بركلات الترجيح، ركلات الحظ تبتسم للخور.